مباشرة ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جبارين. أستاذ إيهاب أهلا بك. بعد 82 يوما هل يدرك في الداخل الإسرائيلي فعليا ماهية الأهداف التي يرنو إليها الاحتلال في قطاع غزة والتي لم يتحقق منها شيئا إذا كانت هي الأهداف نفسها الذي تحدث عنها نتنياهو؟ نعم، تحياتي، مساء الخير. طبعا بطبيعة الحال هنالك الكثير من التفاوت بهذه المفاهيم وبهذه المعايير ما بين ما يرمي إليه بنيامين نتنياهو على سبيل المثال وما يرمي إليه المستوى العسكري على لسان هرتزي هليفي، إن أردنا الإشارة إلى ذلك بمعيار كهذا أو كآخر. يعني على سبيل المثال يوم أمس يخرج بنيامين نتنياهو وهرتزي هليفي بفارق ساعة واحدة ما بين الخطابين. نتنياهو يعطي خطابا أكثر فانتازيا إن صح القول وأكثر ذو أحلام وردية وما إلى ذلك، ونستشعر منه الخطاب الانتخابي بكل معنى الكلمة، في حين يخرج هرتزي هليفي في ذات السياق وبعد ساعة ويكون في خطابا أكثر واقعية يخفض من سقف توقعات الشارع الإسرائيلي أزاء أهداف هذه هذا العدوان وهذه الحرب، ويحاول أن يكون أكثر واقعية في كل هذا الشأن مع ما يمكن تحقيقه من أهداف وما يمكن أن يرمي إليه الشارع وحتى في السياق الزمني. يعني وربما هذا كان قد أشير إليه أصلا في أحد جلسات الكابينيت، أن في حين أن المستوى السياسي متعطشا لصور نصر مستعجلة على آهبة من السرعة، هو كان قد خفض من سقف التوقعات وكان قد صرحهم أن صور النصر يعني إذا كانت يريدونها في سياق الاغتيالات على سبيل المثال طوق لهم ذلك بمفهوم واقعي أكثر بمعايير ما تقدر عليه أو ما يقدر عليه جيش الاحتلال، وفهمهم أن لهذه الصورة مثلا ذلك ثمن زمني وإطار زمني قد يطول إلى سنوات وليس إلى أشهر. طبعا بطبيعة الحال المستوى السياسي لا يمكنه أن يتحمل كلمة السنوات، لأنه وربما بعيدا يعني عن إمكانية قدرة هذا الجيش من تحقيق مثل هذه الصور أو غيرها من عدمه، ربما يجب أن نتذكر إشكالية أخرى هي سؤال الإرادة وليس فقط سؤال القدرة. هل هذا الجيش يريد أن يعطي هذه الحكومة التي يسميها الشارع الإسرائيلي بأنها الأسوأ منذ 75 عام أن يعطيها صورة نصر مجانية على طبق من ذهب؟ هذا السؤال كذلك يتساءله الشارع الإسرائيلي، وربما بحق حتى إن أردنا أن نقول ذلك بمعايير كهذه أو كأخرى. نعم، إذا كان نتنياهو يتحدث في خطاباته من وجهة انتخابية أكثر منها واقعية، هل سيكون لهذه الشعارات التي يرفعها نتنياهو وهذه الأهداف ارتدادات إذا طالت الحرب؟ هو يتحدث عن أن هذه الحرب ستتوسع وستطول. طبعا بطبيعة الحال هو يحاول أن يملي بإسقاطات الحالة السياسية الإسرائيلية على الحالة الفلسطينية، وربما هذا مشهد كلاسيكي بمعيار كهذا أو كآخر في المشهد الإسرائيلي، بأنه كل مرة وجدت إسرائيل نفسها في حالة أزمة حادة سياسيا تقوم بافتعال وإسقاطات هذا المشهد على الحالة الفلسطينية. حاول نتنياهو بمعيار كهذا أو كآخر أن يقوم بهذه المعادلة في أكثر من مرة خلال هذا العام، بالمناسبة لم تنجح معه. هذه المرة هو يستغل ذلك ويعلم أمر واحد ووحيد، إذا وضعت هذه الحرب أوزارها هنالك حرب أخرى تنتظره في تل أبيب، وربما بوادرها باتت واضحة للعيان، وطبعا الكل يعلم أنها سوف تكون ويعلم بينات هذه الحرب الإعلامية السياسية الانتخابية والتحقيقية والقضائية. الكثير من الجبهات في داخل تل أبيب تنتظر بنيامين نتنياهو، ولهذا السبب هو يحاول إرجاء هذه الحالة إلى يعني وقت لأجل غير مسمى، لأنه يريد الهروب ميكافيليا من هذه الحالة إلى حيث لا يدري من في سياق الوقت. ويجب أن نتذكر أن الشخص الذي أدخل إسرائيل في أزمة قيادية على مدار 5 سنوات أزمة قيادية حقيقية لا يأبى ولن يأبى بأن يدخلها بأزمة أمنية قد تطول إلى سنوات لذات الأسباب، لكي يلوذ بنفسه بالفرار من المحاكم ومن لجان التحقيق.
نعم، لكن هل مطمئن نتنياهو فيما يتعلق بالضوء الأخضر الأمريكي المساند له في هذه الحرب، ولذلك هو ماض بلا هوادة فيما يتعلق الحرب، ليس فقط على في الميدان أو في قطاع غزة، إنما حرب سياسية اقتصادية وأيضا داخلية في إسرائيل، هل هو مطمئن من هذا الجانب أو بهذا السبب؟ الحرب الأمريكية هنالك جبهة أخرى، حرب أمريكية إسرائيلية أو بشكل أدق حرب ما بين بايدن ونتنياهو، وهي من يذهب إلى الانتخابات أولا يخسر، وهذا ما يدركه بنيامين نتنياهو وهذا ما يدركه بايدن. بايدن يعلم جيدا أنه إذا ذهب إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة في عام 2024 في ظل كل هذه الحالة التعسفية في القطاع وفي ظل هذه الحكومة الإسرائيلية التي ربما هي الأكثر يمينية وتطرف، هو سوف يخسر البيت الأبيض بكل معنى الكلمة. نتنياهو يدرك ذلك، ولذلك هو يحاول أن يجر هذه الإدارة وإدارة بايدن إلى مستنقع رمال غزة التي كل تحرك فيها يغرق المشهد السياسي والعسكري الإسرائيلي أكثر وأكثر في داخل هذا العمق. وبالتالي كذلك بايدن يدرك قواعد هذه اللعبة، ولهذا السبب هو يحاول ويأمل أن تذهب إسرائيل إلى انتخابات برلمانية ينتج عنها وينفك عنها حكومة إسرائيلية أكثر توافقية وأكثر يعني راضية عنها واشنطن بمعايير كهذه أو أكثر، وبالتالي يمكن لبايدن أن يحقق صورة من صور النصر الأمريكية الكلاسيكية، حيث يكون هنالك الرئيس الأمريكي أو حيث تكون هنالك أمريكا يكون هنالك الأمن والهدوء. نعم. هذه هي المعادلة التي يرمي إليها الطرفين. نعم، فيما يتعلق في المساعدات الأمريكية، هو في ظل الحالة الاقتصادية في دولة الاحتلال، إلى أي مدى هناك قدرة أو هناك ارتياح لدى الاحتلال بأن ما يتم خسارته سيعوض من قبل الأمريكيين؟ هل يرجح ذلك؟ جميل جدا، نحن كنا تحدثنا عن هذه الحرب، لكن الحرب هي أشبه ما تكون إلى حرب بين زوجين منفصلين موجودان في طلاق بمفهوم كذا أو كآخر، وإسرائيل الميدان هي الابن المدلل في هذه الحالة، الابن الوحيد المدلل. هذه هي الحالة ما بين إدارة بايدن وإدارة نتنياهو في كل هذا الخصوص وكل هذا الشأن. كلاهما يعلمان جيدا أن أحدا لن يقوم بالمقامرة والمغامرة على وجود إسرائيل في ظل كل هذه الحرب، وإن كان يدللانها، وأحيانا هذا الدلال الفائض يمكن أن يؤدي إلى هلاك معين أو إلى دمار معين بمعايير كذا أو كأخرى، لكن كلاهما يراهنان أن المعيار أو أرض الميدان لهذه الحرب ما بينهما هو البذخ الذي يمكن أن يقدمانه في إسرائيل تجسيدا، وهذه النقطة مهمة جدا، تجسيدا لمصالحهما عفوا، يعني أي بكلمات أخرى، أي نعم هي سوف تكون الميدان وربما ميدان المعركة ما بينهما وربما سوف تتأثر بمعايير كهذه أو كأخرى، لكن في قياسات معينة لن يكون هنالك بد إلا من أن يضمن الطرفين أمن إسرائيل مهما كلف ذلك من أثمان. أختم بهذا السؤال أستاذ إيهاب، وفيما يتعلق الدعوات المتواصلة لإزاحة نتنياهو عن المشهد، إلى أي مدى ليس هناك قدرة للمعارضة أو حتى للأصوات المطالبة بإزاحة نتنياهو، حتى جانتس قال أنه لن يترك مجلس الحرب في ظل الخلافات مع بن غفير أيضا؟ حكومات إسرائيل تنتحر ولا تقتل، أي بكلمات أخرى هي بحاجة لأن يكون هنالك أمر من داخل هذه الحكومة الذي يقوم بتفكيكها، ولن يؤثر عليها أي أمر خارجي، وهذا ما أثبتته 75 عام السابقة، لن يكون هنالك أي تأثير لا للمعارضة ولا للاحتجاجات ولا حتى لسياسات خارجية لطالما لم يخرج أي أحد داخل هذه الحكومة ويقول أنا أريد حجب الثقة عن هذه الحكومة، تماما كما كان المشهد على سبيل المثال في حكومة بنت لبيد، حيث التفكك كان من حزب بنت دون غيره على سبيل المثال. الخوف تحديدا في هذه الحكومة، ربما نتنياهو قام بأزر وثاق هذه الحكومة في أكثر من مشهد، أعطى الميزانيات الباذخة للحريديم واليهود المتدينون، وكذلك أعطى جمهور المستوطنين سموتش وبن غفير في الكثير من المآل والكثير من الأحلام الوردية بكل ما يخص الاستيطان، ولكن في نهاية المطاف الخوف الحقيقي بالنسبة لنتنياهو على حياة هذه الحكومة هي من داخل الليكود، من داخل حزبه الحاكم، لأنه في نهاية المطاف من يدفع الثمن ومن يدفع الأثمان لهذين الطرفين
هو غالبا سوف يكون على حساب حزبه حزب الليكود، وبالتالي أصوات التمرد إن شئنا بدأ يوجد لديها بعض البوادر من داخل هذا الحزب بمعيار كهذا أو كآخر، وعامل الزمن في نهاية المطاف هو يؤدي إلى مثل هذا التفكك إن طال. أود أن أشكرك الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين، كنت معنا من حيفا، شكرا جزيلا.